مساء الخير. It's my honor and pleasure to be here with you and thank you for kind invitation to be here. My talk is simple and brief about something that we face every day in our clinic, lymphadenopathy in children. Be fair or reassure. Outlines of the talk, introduction, historical clues, physical examination, nodal character and size, diagnosis and management, and lymph node biopsy. What is the definition of lymphadenopathy? Lymphadenopathy, it is an abnormality in the size or character of lymph nodes, which reflects a disease involving the reticular endothelial system. أسباب lymphadenopathy ممكن نختصرها في كلمة ميامي, malignancies, infection, autoimmune, miscellaneous or iatrogenic causes. لما بيجينا عيان عنده lymphadenopathy احنا محتاجين نسأل نفسنا ثلاث أسئلة أساسيين. Is it easy to decide it's infection or not? It's easy to exclude malignancy or not? It's easy to prove autoimmune disease or others? ولحد الآن برضو في سؤال, why are tumors still being missed? احنا في العيادة عندنا دايما عندنا يا إما overestimating يا إما underestimating lymphadenopathy. أما جم بيشوفوا ليه في ما زال عيانين لحد الآن التيومر ميزد فيهم, لقوا ثلاث أسباب أساسيين اللي هو fear of prognosis and fatality of malignancy, the eye doesn't see what the mind doesn't seek for, and the low rate of malignancy in primary care center, about 1% of patients presenting with unexplained lymphadenopathy. طب أي عيان جانا بlymphadenopathy المفروض هنأسس إيه؟ أول حاجة الـ age والـ size والـ location, وخصوصا supraclavicular lymph node وهنعرف ليه دلوقتي, course and the duration and symptoms. أول حاجة الـ age, malignant rate increase with age. احنا عندنا الليمفوما سواء هوجيكال او نون هوجيكال الريت اوف انسيدنس بيزيد مع الايد, فعاده لو طفل جاي اقل من 5 سنين عنده سيرفايكال ليمفادينوباسي اتس موستلي انفلاماتوري اكتر من هي مالجنسي, انما لو طفل فوق 10 سنين لازم انا اشك ان ده يكون عيان مالجنسي. السايز, لو سيرفايكال ليمف نوز ليس ذان 2 سنتيمتر, اكزيلا ليس ذان 1 سنتيمتر, اورنج وانا ليمف نوز ليس ذان 1.5 سنتيمتر should be followed. هوايل اف سوبرا كلافيكولار او بتريكولار ليمف نودز حتى لو نص سنتي دي لازم ناخدها فيري سيريس وماست بي ايفالويتد وفي نيو بورن لان موستلي ممكن تكون مالجننت. كورس اند ديوريشن, احنا محتاجين نشوف الليمف نودز دي بروجريسيف اور نوت. لو الليمف نودز لو العيان ده عنده اكيوت انفكشن موستلي بيحصل لها ريجريشن ويزن 2 ويكس, لو كانت اكتر من 2 ويكس دي محتاجه ان هي تبقى ايفالويتد كويس جدا لان دي ممكن تكون مالجنسي. ولازم ناخد جود هيستوري من العيان, الاكسبوجر والسيشيال هيستوري, كونتاكت هل كان في حد تي بي او انفكشس كونتاكت او ريكرنت انفكشن, كونتاكت ويز كاتس, كونتاكت او لو العيان عنده بياخد ميديكيشنز معينه, لو العيان ترافل ريليتد اكسبوجر او اميونيزيشن ستيتس. دي ليست اوف ميديكيشنز طويله جدا ممكن تعمل العيان لينفادينوباسي, عشان كده لازم انا اعرف العيان ماشي على ايه قبل ما اقرر العيان ده ايفالويت باي حاجه. طيب ايه السيمتوز اللي ممكن تيجي في عيان معاه لينفادينوباسي؟ ممكن لو عيان جاب بفيفر وفاتيج وماليز واتيبيكال لينفوسايتوزس, الموست بروبابل دايجنوزس هو مونونيكليوزس. لو العيان جه ببي سيمبتومز زي الفيفر وناتس ويت وانكسبليند بادي ويت لوس مور ذان 10% اوف نورمال بادي ويت اوف ذا بيشنت, دي بنسميها بي سيمبتومز ودي عاده بتكون ريليتد لهوجيكن ليمفوما. لو العيان جه بارثرالجيا وماسل ويكنس وراش ممكن يكون اوتو اميون ديزيز. امتى اقلق من العيان؟ يعني امتى العيان ده انا مش هينفع اري اشور, انا محتاج ان انا اريفير او اعمل له كلوز فول اب. لو الليمف نودز دي موجوده سوبرا كلافيكولار او بيتريكولار زي ما قلنا, لو الليمف نودز دي اكتر من 2 سنتي بعد 4 أسابيع من فولو اب, لو الليمف نودز دي جروينج اكتر من اسبوعين, لو ما رجعتش للنورمال سايز بتاعها بعد 8 أسابيع فولو اب, العيان ده انا محتاج ان انا ابروسيد مور اعمل انفستيجيشن. هنعرف دلوقتي الانفستيجيشن اللي ممكن نعملها. او لو العيان ده كان بريزنتنج ببليدنج تندنسي زي بتيكي وبربرا لان اشك العيان ده ممكن يكون ليكيميا, ريسبيراتوري كومبرومايز لان ممكن يبقى عنده ميديستانال سندروم نتيجه ميديستانال لينفادينوباسي, ديستيجيا, هيباتوسبلينو ميجالي, دي سيمبتومز اللي قلنا عليها اللي هي فيفر ويت لوس وبرزيستنت فيفر مور ذان 2 ويكس. دي الموست كومن لينف نود جروبس. هنا سوبرا كلافيكولار لينف نود حبيت اتكلم عليها لوحدها لانها دي الموست كومن لينف نود عندنا اللي تخلينا نشك ان العيان ده يكون مالجنت. سوبرا كلافيكولار لينف نود درين الهيد ونيك والارم سوبرفيشال ثوركس, الليفت سوبرا كلافيكولار لينف نود ريفلكت انترا ابدومينال درينج اند انلارجمنت ان ريسبونس تو مالجنسي ان ذات ريجن, وايل رايت سوبرا كلافيكولار لينف نود درين ذا لانج اند ميدياستاينم.
early lymph node biopsy should be considered in children with supraclavicular lymphadenopathy. يبقى اي عيان جه بسوبراكلافيكولار lymph nodes I should take a biopsy. Mediastinal lymphadenopathy مشكلتها في الريسك بتاعها على العيان، ان العيان ده بيكون عنده high risk of sedation, high risk of intubation، وممكن يحصل له بسهوله جدا cardiovascular collapse. فالعيان اللي عنده mediastinal lymphadenopathy يعني صعب جدا ان احنا ناخد له بايوبسي، لازم يتعرض على انستيزيا عشان يأسس الانستيزيا ريسك في العيان ده قبل ما يبرسيد ان هو ياخد بايوبسي. الابدومنال لينفادينوباسي دي بتدرين اللور اكستريميتيز والبلفس والابدومنال اورجنز، والميزنتريك ادينوباسي مي بي كوزد باي لينفوما سواء هوجكن او نون هوجكن او انفلاماتوري كوز زي التيفويد والاثريتيف كولايتس. ده دايجرام بيوضح لو عيان جالنا بلينفادينوباسي ازاي ممكن نبروسيد فيه. اول حاجه ان احنا بناخد جود هيستوري واكزامينشن، لو الهيستوري والاكزامينشن ده خلاني سترونج بوسيبيليتي لماليجنسي يبقى ادسكاس الموضوع ده مع الانكولوجي. لو الهيستوري والاكزامينشن واضح ان في كلينيكال فوكس اوف انفيكشن يبقى تريت اكوردنج للانفيكشن، لو مش واضح قدامي يبقى ساعتها بروسيد فور انفستيجيشن زي الاسترولوجي اللي بيشتاين باروسايتو مجاله فيروس والسكراتش ديزيز والتوكسوبلازما. لو طلع دايجنوستيك هتريت اكوردنج، لو طلع نوت دايجنوستيك يبقى دي هسميها انكسبليند لينفادينوباسي، وساعتها اشوف اللينفادينوباسي دي لوكالايزد ولا جنرالايزد. لو لوكالايزد لينفادينوباسي انا ممكن ندي شورت كورس اوف انتيبايوتكس لمده 3 4 اسابيع وافول. لو حصل لها سبونتينيوس ريجريشن خلاص هفول العيان، لو العيان ده ما حصلوش سبونتينيوس ريجريشن او حصل لها بروجريشن على الانتيبايوتكس او كان جايب جنراليزد لينفادينوباسي، انا هعمل فول ورك اب من سي بي سي وليفر فانكشن والسي ار بي سيرولوجي للفيرولوجي والترا ساوند وشيست اكس راي. لو الورك اب ده طلع لي حاجه دايجنوستيك اي ويل بروسيد اكوردنج، لو ما طلعش حاجه دايجنوستيك ساعتها اي ويل كونسيدر بايوبسي. الايمجنج اللي احنا ممكن نستخدمها شيست اكس راي عشان اكسكلود لو في ميدياستاينال ماس، الترا ساوند ده الكور او المين دايجنوستيك ايمجنج بنستخدمها، سي تي وبيت سي تي دي بنخليها لو العيان سسبكتد ليمفوما او سسبكتد مالجنسي وده متاستاتيك منه عشان نعرف ايه الاوريجن اوف ذا ديزيز. الالترا ساوند، الالترا ساوند هو سيمبل ولو كوست وبيساعدنا ان احنا نعرف الليمف نود دي مالجننت ولا نان مالجننت. طب ايه الكرايتيريا اللي في الالترا ساوند تخلينا نشك ان الليمف نود دي مالجننت؟ اول حاجه السايز، لو اللارج ليمف نودز وهما يعني في كذا بيبر اتكلمت عن الكات اوف، في ناس قالت اكتر من نص سنتي وفي ناس قالت 8 مللي وفي قالت 1 مللي، ولكن المهم ان احنا نعمل سيريال الترا ساوند. لو هي انكريزنج في السايز يبقى دي محتاجين ان احنا ممكن نبرسيد لبايوبسي. الشيب بتاع الليمف نود لو كانت راوند دي اكتر بتكون معاها ميتاستاتيك نود، ولو فيها اكسنتريك هايبرتروفي دي برضو بتكون معاها مالجنانت ليمف نود، ولو في لوس اوف الايكوجينيك هايلم ده مع المالجنانت ليمف نود. يبقى الكرايتيريا بتاعه الالترا ساوند اللي تخلينا نشكل العيان ده مالجنانت لو كان السايز بتاعها كبير او بتزيد في الحجم، لو كانت راوند وفي اكسنتريك هايبرتروفي، لو لوس اوف الايكوجينيك هايلم. دي كرايتيريا امتى اخد بايوبسي من عيان عنده لينفادينوباسي، لو الليمف نودز اكتر من 2 سم، لو انكريزنج ان سايز اوفر 2 ويكس، نو ديكريز ان نود سايز افتر 4 ويكس، نود نوت ريتيرن تو بيز لاين افتر 8 ويكس، اب نورمال شيست اكس راي، او لو في سوبرا كلافيكولار ليمف نود، او لو في سيمبتومز اند ساينز زي بريزيستنت فيفر ويت لوس نايت سويت اند هيباتوس بلينوميجن. اكسجنال بايوبسي، احنا البايوبسي نوعين اساسيين الاكسجنال فاين نيدل او ترو كات. الاكسجنال بايوبسي هي الموست من الموست اكسسبل نود، هي تعتبر الجولد ستاندرد فور دايجنوزس عندنا في سسبكتد بيشنتس فور مالجنسي، والسيرجن شوت بايوبسي لارجر اند فيرمر اند موست ريسنت انلارجد نودز ويز ابروبريت هاندلنج اوف ذا سامبلنج. ولو البايوبسي ما طلعتش دايجنوستيك محتاج ان انا اعيدها تاني. فاين نيدل اسبيريشن وكور نيدل بايوبسي هي مور بيبولر، ولكن الفولس نيجاتيف فيها عالي اكتر من ثلث الحالات اللي بتعمل فاين نيدل او ترو كات بتطلع فولس نيجاتيف. هي سهله وبسيطه ولكن كدايجنوستيك مش الجولد ستاندرد، ممكن نستخدمها في العينين اللي عندهم لو سسبيشس اوف مالجنسي. امتى اعمل بوم مارو في عيان عنده لينفادينوباسي؟ لو العيان ده عنده سيجنيفيكانت ديبريشن
of one or more of the cell line, abnormal blood counts in absence of infection or inflammation, abnormal blood counts with unexplained lymphadenopathy, hepatosplenomegaly, presence of atypical or blast in the peripheral blood smears. Finally, red flags for childhood cancer. دي الحاجات اللي تخلي في اي جنرال بيدياتريكس يشك ان العيان ده ممكن يكون عنده كانسر. لو العيان عنده بالور وفاتيج وماليز especially if persistent associated with signs of bone marrow infiltration or lymphadenopathy. لو العيان عنده persistent fevers وانا excluded كل causes for infection. لو العيان عنده recurrent infection especially لو associated with بالور وفاتيج weight loss, bone pain, lymphadenopathy, hepatosplenomegaly, anorexia, weight loss, lymphadenopathy احنا اتكلمنا عليها, ولو hemorrhagic manifestation persistent and combined with other signs of bone marrow infiltration. Thank you.